أهلا بكم. رغم المشاكل المادية العسيرة وشح الموارد المالية التي تخبط فيها الوفاق منذ بداية الموسم، إلا أن النتائج المحققة خلال الموسم الكروي المنصرم يعبر عن حجم التحديات الكبيرة التي بذلها الطاقم الإداري والتقني. فما هو تقييم المناصرين للمردود الذي قدمته الكحلة والبيضاء؟ عبر أغلب المناصرين عن ارتياحهم للنتائج التي حققها النسر الأسود خلال الموسم الكروي 2020، مؤكدين بأن الفريق كان بإمكانه تحقيق نتائج أفضل لولا المشاكل المادية التي تخبطت فيها الإدارة. لنتابع بعض الآراء. عندي كل ثقة في الإدارة هذه تاع وفاق سطيف، باسكو الناس راهي ما على بالهاش. كيما اون برون ليكزامبل تاع فهد حلفايا، راهو يمد من ماله الخاص قريب 20 مليار والله 21 مليار لأختي، أو يعني مش أي إنسان يقدر يمد الأموال هذه. ونشكر كذلك الجهود، أنا على بالي عبد الحكيم سرار أو صديق لي ويسو بانترين جيتي دي فلوري تو، أنا على بالي عبد الحكيم سرار تعب في العام هذا، راح طرق كل الأبواب ولكن الله غالب. En fin de compte, مثلا l'entente de Sétif طاحت في أزمة. Ce qui a influé sur le moral des joueurs. Ils ne sont pas prêts à donner ou à redonner une bonne image durant toute l'année. C'est pour ça, sabre. Donc, qui dit professionnalisme, il faut les prendre en charge. نتمنى فقط من السلطات العليا في البلاد دنق الفريق هذا بعين رحمة فقط. باسكو سي اون ايكيب جون، سي اون ايكيب وفريق اللي مد بزاف 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 للكره الجزائريه، انا ما نقولش لسطيف، للكره الجزائريه. كون يعطيوه شركه ويدعموه بشركه، كون يوليكم الوفاق تاع بكري، تاع التتويجات، تاع البطولات، تاع يولي الوفاق تاع زمان. الوفاق اللي يفرح البلاد ويزهي البلاد تاع زمان. غير يجيو غير يجريو برك، طاره هابط، ما كاين بال ولا ديك اللي يجيبك. ما كان والو كان والو انطونت كل يجيب شوفوا مريك فركان، رجعوا مريك فركان، رجعوا ناصر عجيسة لي جوار لي زونسيان. صح ابار هادو غير طيش عليك لي زونسيان. سنا اداء كان شويه مقبول، بصح العام الجاي برب ان شاء الله نكونوا بقوه. عندنا لي جون دي لونسوهم داروا باركور مليح، وعندك البطوله طلقوها بالعاني، فهمت؟ والسبب هي الاداره. مشاهدينا، إلى هنا نهاية هذا العدد من أس نيوز. ألقاكم في عدد جديد في أمان الله.